عمهم. لا يا كيمو، انت دخلت التاريخ يا قاضي. ليه اعمل؟ عشان هتقعد قدامي على الكرسي ده. اقعد. حد قطرك وانت جاي؟ عيب يا معلم، هو بعد اللي حصل ينفع حد يشوفني قاعد معاك يعني؟ انا استنيت لحد ما الحاره نامت وتنتني جاي على طول. افرم عليك يا كيمو، مزاجك ايه؟ بيره خفيف ولا اوزي وتطير ولا فات وتموت؟ لا انا مزاجي حشيش وتعيش. عسل يا كيمو عسل. اخبار حبايبك يا قاضي؟ حبايبي مين؟ حربي وزين. هم ملقحين. ماشي، مفيش جديد يعني؟ الجديد ازاي يعني؟ جرى ايه يا روح امك؟ جرى ايه يا روح امك؟ لما اسالك هتنقطني؟ هتندى عليا؟ عايزها تمطر سيول اجابات. تقول لي حرب وزين اخبارهم ايه؟ انا سمعت كلام في الحاره كده بيقول ان هم متفقين على نقله خرده كبيره قوي. حلو، من امتى؟ بكره الصبح اتفقوا مع السواقين على ان هم هيجيبوها بكره الصبح. تمام يا كيمو. الخرده دي بيجيبوها منين؟ مش عرفني بقى. انا ماليش فيه، لما اسالك ترد بيجيبوا الخرده دي منين؟ ارد بس اقول ايه يا معلم؟ ما انا مش عارف بيجيبوها منين. كيمو انا معرفش. تنام على ظهرك، تمشي على الحيطه، تضرب الودع، انا ماليش فيه. تقول لي بيجيبوا الخرده دي منين؟ اعرف يا معلم. حاضر اعرف. حاجه تانية. خير يا عمو. حربي وزين اشمعنى؟ بتخش لي قافيه بروح امك؟ انت هتخش لي قافيه؟ حربي وزين تعرف خطواتهم اول باول؟ بس سؤال صغنن. انت ليه شاغل دماغك بالعيال دي؟ وانت مال اهل امك؟ انا عارف. انت مال اهلك تعمل اللي بقولك عليه وبس. واحنا هنفضل عطلانين كده لحد امتى؟ انا شويه كده هتصل بابو صلاح واشوفه وصل لحد ايه. لا ده لا يا حربي، هو احنا خلاص ما بلاش نعرف نعمل اي حاجه غير ما سي صلاح ده يفكر ويخطط ويدبر. عايز تقول ايه؟ عايز اقول بقى ان لحد كده وكفايه. بعدين يعني ما احنا عندنا مخ برضه بنعرف نفكر، والموضوع اصلا مش مستاهل تفانين يعني. موضوع بسيط، عنوان المخزن ومعانا، والبضاعة عندنا، والسبب موجود. هنعين خردة وهنحملها وهنسلم البضاعة، خلاص؟ تحتاج فقاقة دي يعني؟ عيبك يا بركة انك طيب وقلبك ابيض، بتبص تحت رجليكوا بس. واحنا يا دولة تخطيط ابو صلاح، كنا وصلنا اللي احنا فيه دلوقتي. ما قلناش حاجة يا عم حربي، بس لحد كده وكفاية. وبعدين ما هو الموضوع واضح قدامنا زي عين الشمس، نيجي نعقده احنا بقى؟ ولا انا كلامي غلط يا عم زين؟ يا ابني الليلة دي مش سهلة زي ما انت فاهم. الموضوع ده خطر جدا. انا صحيح يا بركه عايز الكيكه تطلع معايا في العالي، بس مش العالي بتاعها قبل ما اشنقها. يا عم فلا لا ولا فلك يا اخي، ايه التشاؤم ده؟ طالما بتتشائم كده حبيبي قوي بتخاف، يبقى اصبر بقى لغايه ابو صلاح كده لما ايه مخمخها ويظبطها ويأمننا 100%. بقول لك يا عم حربي، انا الجدع اللي اسمه صلاح ده مش مرتاح له. يا ابني موضوع تأميننا ده موضوع مهم قوي، ما ينفعش نستعجل فيه. طب يلا بينا بقى نغير ونزل عشان ورانا شغل كتير. يلا. ها يا حنفي، عملت ايه امبارح مع قبضايا؟ ده قبضايا ما صدقش ومن الفرحه كان هيطير طير يا باشا. المهم دلوقتي عاوزين نعرف عنتر وصل مع حرب الايه؟ ميعاد العمليه هتتم امتى وفين؟ ودي بقى هنعرفها ازاي؟ روح شوف شغلك دلوقتي وسيب الحكايه دي عليا انا. يلا بينا يا رجاله. بركه ايه؟ استنانا في المستودع لغايه ما نرجع. طب وانتم؟ زين هيوصل مع السواقين يجيب الخرده، وانا هعدي على وسط البلد كده اشوف بصلاح اخباره ايه. طيب ماشي يلا. يلا زين يلا. ايوه ايوه اكرم باشا، انا كيمو. في اخبار جديده؟ اه يا باشا فيه. طب ما تقول. لا يا باشا مش هينفع في التليفون. قابلني كمان ساعه في المكان بتاعنا. يمشي الكلام يا باشا. سلام.
صباح الخير يا باشا. صباح الفل يا رشا. دي المراسلات اللي جت لحضرتك النهارده. ودي الحسابات بتاعت البنوك الرسميه. ودي الحسابات السريه. سيبيهم قدامي وهراجعهم كمان شويه. على فكره يا باشا، الجماعه بتوع تركيا اتكلموا النهارده الصبح وكانوا بيسالوا على التحويل. قلت لهم ايه؟ قلت لهم ان هو هيوصل لهم كمان كام يوم. برافو عليك يا رشا، برافو عليك. والله انا من غيرك مش عارف كنت هعمل ايه. انا تحت امرك يا باشا ودايما في الخدمه. عن اذنك. اتفضلي. عدلي بيجي النهارده بدري يعني. على الله يكون عنده اخبار جديده. شيلي دول. صباح كده يا باشا. صباح الفل يا عدلي. اقعد. صباح النور يا باشا. الفطار بيناديك بيقول لك كلني بسرعه. لا معلش انا سمعت سعادتك. كده بالهنا والشفا. يبقى ناخد القهوه سوا. امرنا باتنين قهوه ساده بسرعه يا روشه. معلش يا ريت على الريحه بالنسبه لي. خلاص جيبها له على الريحه بس زود الريحه شويه. ارتحت يا عدلي؟ حاضر يا باشا. عن اذنكم. ايه الاخبار؟ كل خير ان شاء الله يا باشا. انا في واحد من رجاله الموثوق فيهم يعرف حربي ده وهيجيب لي كل المعلومات اللي سيادتك طلبتها. طب ايه رايك ان انا سبقتك بقى وجالي تقرير مفصل عن سي حربي ده من ساعه ما اتولد لحد ما خرج من السجن من كام اسبوع كده. لا ده مش كده وبس، ده انا قابلته كمان بشحمه ولحمه. سيادتك قابلته؟ وقعدت معاه اتكلمنا. فين يا باشا؟ قصدي يعني حضرتك يعني رايك فيه ايه يعني؟ والله لسه عدلي ما عنديش راي محدد، ما استقرتش. بس انت مالكش صالح بالمساله دي خالص، خليك انت في شغلك عادي جدا ومالكش دعوه باللي انا بعمله. طبعا طبعا يا باشا ده اكيد. عرفت اي حاجه عن البضاعه؟ انا عرفت مكان التسليم. فين؟ في مخزن محاجر عنتر. امتى؟ والله امتى وازاي دي لسه ما عرفتهاش. امتى وازاي دي يا عدلي هي اللي تهمني جدا. انا عايزك تعرف لي كل حاجه عن البضاعه دي وبسرعه. ان شاء الله يا باشا النهارده اخر النهار هيكون عندك الخبر يقين. الو يا عزام، يعني ما اتصلتش بيا من اول امبارح. عايز ايه يا رشوان؟ كنت عاوز اعرف عنتر وصل لايه مع حربي؟ اتفق معاه على ميعاد تسليم البضاعه ومكانها ولا لسه؟ وانت يهمك في ايه؟ الله 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 يا عزام، هو انا مش معاكوا في الحكايه دي ولا ايه؟ ولا انا بقيت طيشه وخلاص اتركنت على الرف؟ مش القصد يا رشوان، بس انا خايف تكون دماغك راحت في سكه تضر نفسك وتضرنا. يا عزام انا خدت درس كبير قوي قوي مش هنساه. انا كل اللي يهمني دلوقتي ان البضاعه توصل والعمليه تتم على خير. كل الحكايه ان انا عاوز اروح للباشا وطيب خاطره بكلمتين وعلشان نوصل للود زي ما انت عارف. عرفت ليه انا بتصل بيك؟ ماشي يا رشوان، انا رايح دلوقتي العنتر هشوف عمل ايه وبعدين ابلغك. مع الف سلامه. وطلب منك ايه تاني؟ طلب مني ارقم حربي وزين وبلغه اول باول هم هيخرجوا من المنطقه ويرجعوا تاني امتى. ما تعرفش الخرده دي هيجيبوها منين؟ مش عارف يا باشا، انا كل اللي اعرفه انها من مكان بعيد كده عند المحاجر. انا المحاجر. الله اعلم يا باشا. طيب خد يا كيمو، خلي دول ليك، وعايزك تبلغني بالاخبار اول باول قبل ما تبلغ قبضايا، فاهم؟ امورنا يا باشا. كيمو باشا. الصحفيه اللي اسمها اماني ما جاتش الحته تاني ولا قابلت الجدع اللي اسمه حربي؟ جات يا باشا، وسالت عليه امبارح وما لقيتوش موجود، ورجعت تاني بعد ساعه، واول ما لقيته خدته في تاكسي وخلعه بره المنطقه. ما تعرفش راحوا فين؟ الله اعلم يا باشا. طيب حربي رجع الساعه كام؟ يعني رجع قرب العشاء كده يا باشا، واللي فهمته من كلامه هو وزين ان الموضوع ده ضايق المعلمه انشراح قوي قوي. طب يا حربي. خدامك كيمو يا باشا. ارجع انت على القهوه دلوقتي عشان ما تتاخرش، وزي ما قلت لك اي جديد تبلغني على طول، فاهم؟ خدامك يا باشا. حربي صباح الفل على احلى محامي فيك يا مصر. تعالى اتفضل.
ها وصلت الحاجة؟ تعالى بس نقعد الأول وبعدين نتكلم من حد. نابليون بونابرت يا عم صلاح، أنت ليك في التاريخ ولا إيه؟ عارف يا حربي أهم حاجة في التاريخ إيه؟ إننا بنتعلم منه. يا عم سيبك من التاريخ دلوقتي وقول لي، فكرت وصلت لحاجة ولا لسه؟ وصلت. طب ما تقول لي بقى أبو صلاح وفرحني. شوف يا حربي، نابليون ده كان من أعظم القادة العسكريين. كان عنده مبدأ بيستخدمه في كل المعارك بتاعته. المبدأ ده بيقول إيه؟ الهجوم خير وسيلة للدفاع. إحنا بقى هنعكس مبدأ نابليون. لا والنبي أبو صلاح، وحياة أبوك بالراحة عليا كده، وإيه؟ فهمني واحدة واحدة لأحسن شكلي هتوه منك. إحنا هنشتغل بمبدأ الدفاع خير وسيلة للهجوم. مش فاهم. يعني إحنا هندافع ونحرص، لا هنهجم ولا نخوف، وهنستخدم ده مش ده. يعني انت يعني طالبه معاك الغاز على الصبح يعني يا ابو صلاح؟ ما قلت لك بالراحه عليا وفهمني واحده واحده لحسن انا كده تهت منك على الاخر. ماشي يا حبيبي افهمك. هي الناس كلها عايزه ايه؟ عايزه البضاعه. والبضاعه فين؟ البضاعه معايا. يبقى كل الناس هتفضل وراك علشان توصل لي البضاعه، صح؟ صح. احنا بقى هنلعب على النقطه دي. مش فاهم حاجه. افهمك.